قال الناظم والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلوم اشياخنا في الدارين امين. وصحبه خير القرون فاستمع فتابعي فتابع لمن تبع. قوله وصحبه خير القرون فاستمع اي مما يجب اعتقاده ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خير الخلق بعد الانبياء ورؤساء الملائكه. نعم. اقرا الابيات بس. اقرا الابيات. الابيات فقط. خير. كمل لحد ما تخلص عند الامام مالك. ما تقرا الشرح. هات من اول صاحبه. اول ابدا. وصاحبه خير القرون فاستمع فتابع لمن تبع. وخيرهم من ولدي الخلافه وامرهم في الفضل كالخلافه. يريهم قوم كرام برره عدتهم ست تمام العشره. فأهل بدر العظيم الشاري فأهل أحد بيعة الرضوان. والسابقون فضلهم نصا عرف هذا وفي تعيينهم قد اختلف. وأول التشاجر الذي ورد إن خط فيه واجتنب داء الحسد. ومالك وسائر الأئمة كذا أبو القاسم مداة الأمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. نعم. طب ارفع الصوت. علي شوية بس. أقرأ الأبيات الثانية عشان أقول بسم الله الرحمن الرحيم. عشان سكين ابن الاول وصحبه خير القرون. بقول الاول بسمل عشان حبي يسجل. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم اشياخنا في الدارين امين. وصحبه خير القرون فاستمع فتابعي فتابع لمن تبع. وخيرهم من ولي الخلافة وأمرهم في الفضل كالخلافة. يريهم قوم كرام بررة عدتهم ست تمام العشرة. فأهل بدر العظيم الشان فأهل أحد بيعة الرضوان. والسابقون فضلهم نصا عرف هذا وفي تعيينهم قد اختلف. وأول التشاجر الذي ورد إن خط فيه واجتنب داء الحسد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. نعم. هغير لك الحجر يا دكتور. طيب يا سيدي خد. دي. خد دي. هغير الحجر من تحت دي. أيوه دكتور دي. بس. بسم الله. Thank you.
فاضل كده من هنا. بارك الله فيك. يشير الناظم إلى مكانة الأصحاب رضوان الله عليهم، يعني أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، والذين كانوا برك الإسلام وكانوا يمثلون الرعيل الأول ويمثلون خير القرون، كما قال نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الحديث، ولا أجدني في حاجة إلى التأكيد على هذه الحقيقة التي لا يختلف عليها اثنان إلا من شذ عن هذا الأمر الذي تعاقبت عليه تلك القرون المباركة. نعم، هناك من تعرض للأصحاب رضوان الله عليهم بالسب أو اللعن، فحديثنا ليس مع هؤلاء، وإنما نحن نؤكد من خلال هذا الدرس على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد حازوا قصب السبق وحازوا الشرف المعلى، لا بكبير عمل ولا بكبير صوم أو صلاة أو زكاة أو حج، وإنما كان لهم السبق بشرف صحبته عليه الصلاة والسلام، فهم الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى ليكونوا أصحابا لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وليحملوا أمانة البلاغ عنه عليه الصلاة والسلام. فهم سادة البشر من بعد الأنبياء، وذلك لأنهم صحبوا خير البشر وسيد البشر، والمرء في ميزانه أتباعه، فاقدر إذن قدر النبي محمد. المرء في ميزانه أتباعه، فاقدر إذن قدر النبي محمد. فما حازه الأصحاب رضوان الله عليهم من هذا الشرف ومن هذه الكرامة ومن هذه المنزلة إنما يرجع إلى هذا السبب الأكبر أو الأعظم، وهم أنهم كانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلا جرم أن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهبا، وفي رواية ملء أحد أو مثل أحد ذهبا، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. وذلك ليس لانقطاع الأعمال، وإنما العلة الحقيقية أو السبب الحقيقي هو أنهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلسوا إليه، آمنوا بنبوته، صدقوا برسالته، عملوا بشرعه، كانوا له نصراء ووزراء، حملوا الأمانة منه عليه الصلاة والسلام. كل هذه حيفيات رشحتهم لأن يكونوا خير القرون كما قال الناظم، بل كما قال صلى الله عليه وسلم هم خير القرون. ورحم الله الحافظ ابن حجر رحمه الله إذ قال: هنيئا لأصحاب خير الورى، وطوبى لأصحاب أخباره، أولئك فازوا بتذكيره
أي الأصحاب، ونحن سعدنا بتذكاره وهم سبقونا إلى نصره وها نحن أتباع أنصاره، ولما حرمنا لقاء عينه عكفنا على حفظ آثاره. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين خلد الله ذكرهم في الكتاب، بل نوه بشرفهم ومكانتهم في الكتب السابقة التوراة والإنجيل، أي أن ثناء الله سبحانه وتعالى عليهم كان أسبق من كل عمل عملوه ومن كل كسب كسبوه ومن كل جهد أو جهد بذلوه. ثناء الله عليهم في التوراة والإنجيل أي قبل أن يخلقوا. أين كان الصديق؟ وأين كان عمر؟ وأين كان عثمان؟ وأين كان علي؟ وأين كان سائر العشرة؟ وأين كان السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار؟ أين كان هؤلاء حينما قال ربنا جل جلاله محمد رسول الله؟ نعم هذه آية في كتابنا في القرآن، لكن محل الشاهد من الآية هو قوله ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. إذن لقد نوه الله بذكرهم في التوراة والإنجيل. أين كانوا في ذلك الوقت؟ كانوا في بطمان الغيب. كان الأصحاب رضوان الله عليهم في بطمان الغيب، وهذا مما يؤكد لنا جميعا أنهم لم يحتلوا أو لم يتبوأوا هذه المكانة بكبير عمل أو بكثير عمل، وإنما تبوأوا هذه المكانة بسبق العناية. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان، فاصطد بها العنقاء فهي حبالة، واقتد بها الجوزاء فهي عنان. فاصطد بها العنقاء فهي حبالة، واقتد بها الجوزاء فهي عنان. العنان هو اللجام خلاف العنان. العنان بفتح العين هو السحاب، أما العنان فمعناه اللجام. واقتد بها الجوزاء فهي عنان، أي أنك تستطيع بسبق العناية أن تنال من الشرف والمنزلة والقدر ما لم ينله كل مشمر في باب الله وكل مجتهد في باب الله. هذه حقيقة. إذن الفضل الذي ثبت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن السبب الأول فيه ما كانوا عليه من هذا الجهاد، وما كانوا عليه من هذا الصدق، وما كانوا عليه من هذا الإخلاص، وما كانوا عليه من قوة التحمل لأعباء الأمر وتكاليفه وتبعاته، إنما كان الأمر أو كان هذا يرجع إلى السبب الذي سبق وجودهم. ما السبب الذي سبق وجودهم؟ اختيار الله لهم. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فترى أن الله سبحانه وتعالى حينما هدى هذه الأمة للإسلام أو هدانا للإسلام، تراه يمن علينا بسبق اختياره لنا وبسبق اجتبائه لنا، حيث قال الله يجتبي إليه من إيه؟ من يشاء ويهدي إليه من يريد، فجعل الإنابة علة في حصول الهداية، أما الاجتباء فجعل العلة فيه المشيئة. الله يجتبي إليه من إيه؟ والمشيئة مشيئته، لكنه قال ويهدي إليه من إيه؟ والإنابة تدخل في كسب العهد. الإنابة تدخل. إذن الأصحاب رضوان الله عليهم لم يكونوا أصحابا من خلال
ما عرفناه من صادق أحوالهم وما قرأناه من سيرتهم في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بل سبق السبق، فكانوا خير القرون بلا منازع وبلا معارض، أصحابي أصحابي، الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، أي أرقبوا الله أو راقبوا الله أو احفظوا الله في أصحابي، لا تتخذوهم لكم غرضا، لا تتخذوهم غرضا، كأولئك الذين يخوضون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما جرى بينهم أو لما دار بينهم من بعض الخلافات التي يرجع الأمر فيها إلى الله يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يفصل بين العباد وهو الذي يحكم بين العباد، فما ينبغي لنا أو لغيرنا أن نخوض في هذه الخلافات، بل مقتضى الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه رضوان الله عليهم أن نكل أمر ذلك إلى الله سبحانه وتعالى الذي يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم إن ربك يحكم بينهم، إن ربك هو يفصل بينهم، لست عليهم بمسيطر وما أنت عليهم بوكيل وما جعلناك عليهم حفيظا، إلى آخر ذلك من هذه الآيات التي تؤكد أنه ما ينبغي لمخلوق أو لإنسان أن يحكم على إنسان، مجرد إنسان. يعني نحن لا نتكلم عن الأصحاب فقط، بل أيضا نشير إلى هؤلاء الذين يطلقون قالة الإكفار في الناس مثلا، يقول لك فلان هذا كافر، هذا قبوري، هذا مشرك، هذا وثني، هذا كذا، على أي أساس؟ على أي أساس؟ لقد قرأت آخر آية في سورة فاطر فعجبت من الحكمة الإلهية في قول ربنا سبحانه وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، لعلك تعتقد أنه سيقول بعد ذلك فإذا جاء أجلهم عذبهم أو حسبهم أو كذا، لا، بل نراه سبحانه وتعالى يمسك عن الحكم عليهم حتى لا نتجرأ نحن على الحكم على عباده، فيقول فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. فتأملوا هذه الخاتمة، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده، أي من يحكم وهو أعلم بمصير كل إنسان، بمصير كل إنسان منه يعلم ذلك، ومع هذا لم يشأ أن يحكم عليهم ليعلمنا الأدب مع مشيئته سبحانه وتعالى التي يحكم بها ما يشاء ويحكم بها ما يريد. تيجي انت النهاردة بعضنا يجي أو غيرنا يجي يخوض في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تستحي من النبي؟ يعني إذا لم يكن للمرء حياء من هؤلاء الصحابة الأصحاب، ألا تستحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تعلم أنهم صحبوه على قدم الصدق والإخلاص في القيام بنصرته والتحمل بتبعات الأمر من بعده، ألا تعلم هذا؟ ألا تعلم أن هؤلاء قد حصل لهم من الشرف ما لا يدرك لا بكثير الأعمال ولا بصادق الأحوال؟ نعم ربما يستدل بعضكم بحديث الصحيح وما أخبر فيه صلى الله عليه وسلم بأن العامل منا له أجر 50، قالوا 50 منا أو منهم يا رسول الله؟ قال من منكم، كيف نجمع بين هذا وبين قوله لو أنفق أحدكم من الأرض ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا؟
هنا للتوفيق وللجمع بين الحديثين أقول ينبغي أن نفرق بين شرف الرتبة وبين علو الأجر. في حاجة اسمها أجر وفي حاجة اسمها مرتبة. فالأمر الذي لا يزاحمون عليه هو ما خصهم الله به من رتبة الاصطفاء. لكن وإن زاحمتهم على الأعمال فقد يحصل لك من الأجر ما يحصل أو ما حصل لهم، وقد تشاركهم أو تزاحمهم في هذا الأمر في الأجر. زي ما يكون إنسان، يعني إنسان بيشتغل في شركة بحكم الأقدمية بيأخذ مرتب كبير، يأخذ مرتب مثلا 2000 جنيه ولا 3000 جنيه بسبب الأقدمية. ولكن في إنسان حديث تخرج بيأخذ مرتب أقل، لكن من حيث المكانة الأدبية هذا الإنسان خريج الجامعة بتبقى له مكانة أدبية غير العادة، غير إيه. ولذلك أذكر حينما سئل والدي رحمه الله في أحد اللقاءات أو الدروس، سأله سائل عن قولنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. طبعا احنا بنقول كما صليت على إبراهيم، ومن المعلوم أن المشبه به يكون أقوى من المشبه في الأصل. حينما تشبه شيئا بشيء يكون الأصل الذي تلحق به من خلال التشبيه لابد أن يكون أقوى. يعني فهل صلاة الله على سيدنا إبراهيم كانت هي الأصل وكانت هي المقياس؟ أجاب الوالد بإجابة لطيفة، وقال أنت حينما تعمل في شركة أنت تشتغل عامل أو غفير، وتأتي الصراف في آخر الشهر عشان تأخذ مرتبك وتقول له يا أخي ما اصرف لي، اصرف لي مرتبي كما صرفت لرئيس مجلس الإدارة، زي ما صرفت لرئيس مجلس، فهل أنت تقصد أن يصرف لك نفس المرتب بتاع رئيس مجلس الإدارة أم تقصد عملية الصرف؟ عملية الصرف. أو كذلك أنت تقصد لقولك كما صليت التصلية ولا تقصد ماهية الصلاة ولا مكانتها. فإن حتى وقع الاشتراك معهم في الأجر، لكن هيهات أن تكون حسنتي كحسنة أحدهم، هيهات أن تكون حسنتي كحسنة واحد منهم. وهذا ما معناه صلى الله عليه وسلم بقوله لو أنفق أحدكم من الأرض ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. إنما قد يلحق المتأخر بالمتقدم من باب الفضل، من باب الفضل، كما أن شرف هذه الأمة من شرف متبوعها صلى الله عليه وسلم. وإذا ما الجناب كان عظيما مد منه لخادمه لواء، وإذا ما عظمت سيادة متبوع أجل أتباعه الكبراء. إذا شرف الصحبة شرف لا يدرك بكبير الأعمال. هم أئمة الهدى، هم زوابل الإسلام الذين تحملوا الصعاب وتحملوا كل كريهة من أجل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجل دعم مواقفه عليه الصلاة والسلام، ومن أجل نشر رسالته في ربوع الأرض. فهم الذين قاموا بهذه الفتوحات من بعده، هم الذين شاركوا في تلك الغزوات، وشاركوا في السرايا، وشاركوا في نشر الإسلام بكل وسيلة. فكان منهم الرسل الذين أوفدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأقطار وإلى البلاد، كان منهم الرسل، وكان منهم الحملة لكتاب الله الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من أربعة، وكان منهم من يقوم بالفتية أو بالفتوى حتى في عهده عليه الصلاة والسلام. نعم، هؤلاء أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم،
ولقد أشار الناظم إلى هذه المكانة ليؤكد من خلالها على أن الاتباع لهم واجب. الاتباع لهم واجب، اتباع لهم من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى الاتباع؟ وهل اتباعنا للأصحاب يعني انصرافنا عن مقتدى الأمة الأول أو عن متبوع الأمة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنت حينما تأخذ بقول صحابي أو بمذهب صحابي، هل أنت بذلك معطل للعمل بسنته وهديه عليه الصلاة والسلام، كما هو الشأن في من يرمون المذاهب الفقهية بهذه السخافات ويتوجهون إليها بتلك التخرصات؟ يقول لك ما إيه لازمته المذاهب؟ مذاهب إيه؟ مذاهب إيه؟ حينما تسأله مذهبك إيه؟ أنا محمدي. يعني إيه محمدي؟ وهل عصرت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت هل عصرت النبي عليه الصلاة والسلام؟ سيقول لا. طيب كيف بلغك هذا الدين؟ كيف انتهى إليك العلم بهذا الموروث العظيم الذي شرفك الله به الإسلام؟ كيف بلغك؟ كيف بلغك الإسلام؟ القرآن كيف بلغك؟ وهذا أيضا رد على أولئك الذين أسموا أنفسهم القرآنيين. أيضا أنتم تقولون نحن قرآنيون، لماذا أخذتم الكتاب وتركتم الهدي أو السنة، مع أنهما متساويان؟ لا أقول في الحجية ولا أقول في القوة، وإنما أقول متساويان في طرق التحمل أو في طرق العلم بهما. في طرق العلم إحنا يعني إحنا عصرنا التنزيل؟ هل عصرنا التنزيل؟ هل عصرنا الوحي؟ شفنا جبريل وهو بينزل على رسول الله بالوحي؟ شفناه؟ ومع ذلك نقول نعم القرآن قطعي الثبوت. أولئك الذين يقولون القرآن قطعي الثبوت، لو سألتهم عن سبب حكمهم هذا لعجزوا. لو قلت لأحدهم أريد أن تثبت لي بالدليل القاطع أن القرآن قطعي الثبوت لعجز، لو قلت له كلام ده يعجز. إنما هي تشبيبات، نوع من التشغيب والتهويل ليردوا الأمر. فالذين ردوا العمل بالسنة والعمل بحجية السنة بهذه الحيلة هم الذين يرفضون العمل بالمذاهب الفقهية الآن. عشان كانوا حد يرد السنة، إذا كنا لا نقبل من أحد أن يصادر على الإجماع أو أن يقول لا إجماع. طيب إذا كنا لا نقبل من يخرم الإجماع أو من يخرق الإجماع، فكيف نقبل ممن يهدم السنة وهي الأصل الثاني؟ كذلك من قال لا مذاهب بل أنا محمدي كما قال الأدعياء. تسأل واحد منهم أنا محمدي؟ محمدي يعني أنت تلقيت الدين ده، تلقيت العلم ده من مين؟ تلقيته من مين؟ وكما قال بعضهم يعني، وهذه إحدى الأحجيات والغلوطات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك بقى أنا يعني أتبع قول الإمام الشافعي ولا أتبع قول النبي؟ أتبع قول الشافعي ولا قول النبي؟
وهذه إحدى المغلوطات، لأنه من المفروض أن يقول أتبع قول الشافعي في فهمه لقول النبي أم أتبع هوايا في فهمي لقول النبي. لازم نفرق بين الأمرين. دلوقتي الإمام الشافعي قال قولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا فهمت من الحديث فهم ثاني. ويمكن امبارح في محاضرة إخواننا الماليزيين ذكرت عبارة الشيخ زروق، الشيخ زروق، ولا بأس أن أذكركم بها، والتي يحكي لنا فيها المنهج الذي ينبغي أن يلتزمه العالم والفقيه والمفتي والمجتهد واللازم والأصولي أيضا. الشيخ زروق يقول المتكلم في أي فن من فنون العلم إن لم يلحق فرعه بأصله ويحقق أصله من فرعه ويصل معقوله بمنقوله وينسب منقوله لمعادنه أي لمصادره ويعرض ما فهم على ما استنبط من طريق أهله فسكوته أولى من كلامه. هذه العبارة بتحكي لنا المنهج الذي ينبغي أن نتمسك به. فهل كل من يقول أنا أرفض العمل بالمذاهب بل أنا محمد، هل فهم هذه العبارة فضلا عن أن يسير على هديها؟ أبدا. لو قلت له اشرح لي هذه العبارة لعجز. إذا كان إنسان عاجز أن يشرح العبارة دي، فكيف تطالبه بتخريج المسائل على مقتضى تخريج الأصل الذي تفرعت عنه؟ كيف تلزمه بهذا؟ هذا شيء مستحيل، ولكنها تلبيسات الشيطان، تلبيسات. فإذا من رفض العمل بهدي الصحابة أو بأقوالهم وخصوصا ما اتفقوا عليه أو ما أجمعوا عليه فهذا إنسان صاحب هوى، وكأنه يتهمهم في دينهم أو يقول بعدم أمانتهم فيما تحملوا به عن المعصوم، كأنه يقول بعدم أمانتهم فيما تحملوا به، كأنه غير مؤتمن له فيما بلغوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الدين ما بلغنا إلا بواسطة تبليغهم وبلاغهم، هم الذين قاموا بالتبليغ، أول من قام بالتبليغ عن النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحابه، ثم التابعون لهم بإحسان، التابعون لهم بإحسان. لكن هنا مسألة أحب أن أشير إليها، وهي هل قول الصحابي حجة إذا انفرد به؟ أقول لا يعتبر حجة إلا إذا وافقه بعض الأصحاب، لكن من فرد به وعورض فيه من قبل الأصحاب فينبغي أن يكون محل نظر، ينبغي أن يكون محل إيه؟ نظر. يعني واحد من الصحابة قال رأي أو قول في تفسير الآية، وقال جمهور من الصحابة قولا مخالفا، يبقى ينبغي أن نجعل هذا الكلام كلام الصحابي إذا انفرد به ولم يتابع عليه نجعل محل نظر، نجعل محل إيه؟ نظر. لكن الحجة ثابتة وقائمة بروايته. شكل الشيخ زروق بيقول إيه؟ إلا أن يكون أي المعارض أو المتكلم إلا أن يكون مختصرا في استدلاله على النقل المحرر من الإيهام والإبهام فيسلم له نقله لا قوله، فيسلم له إيه؟ نقله لا قوله. هذا باختصار فيما يتعلق بمكانة الأصحاب وما عرف من مذاهبهم.
في الفروع وما عرف من أقوالهم في التفسير وما عرف من مذاهبهم حتى فيما يتعلق بالأحكام الشرعية ينبغي أن نضع ذلك كله على هذا الميزان، على هذا الميزان، لا أن نكون حكما لا، وإنما ينبغي أن ننظر في فقههم. قد كانوا أصحاب، هم الذين أسسوا المذاهب الفقهية في الأول قبل ظهور المذاهب الأربعة. هناك من جمع فقه ابن عمر على حدة، وهناك من جمع فقه عمر بن الخطاب على حدة، هناك من جمع فقه مثلا إبراهيم النخعي على حدة. يعني كتب مصنفة، لو تتبعنا كتب السنة لوجدنا أن هؤلاء الأصحاب أو بعض هؤلاء الأصحاب كونوا المذاهب، زي ما احنا بنعتبر كده تراجم الإمام البخاري تدل على مذهبه فيما استدل به من الأحاديث التي ترجم لها بهذه التراجم. يعني نستطيع، أو الإمام الطبري في تفسيره نستطيع أن احنا نستخرج مذهبه، وهكذا. ده دليل على إيه؟ هذا دليل على الإثراء النظري والفكري والفقهي. لكن من رفض العمل بتلك المذاهب أو العمل بما ثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين، فهذا إنسان رضي لنفسه أن يكون مع الخوارف، أن يكون، بل رضي لنفسه أن يكون مع القواعد من النساء، إذا لم ينفتح وإذا لم يكن له استشراف على هذا الأمر من تلك المنافذ قل تحصيله وقصر فهمه. وقصر، لكن خلي بالكم، من كان له إسهام ومن كانت له مشاركات في هذا الباب كان له حظ كبير من الفقه، كان له حظ كبير من الفقه. هذا إثراء للفكر الإنساني أو الفكر الإنساني، إثراء حينما تقف على المذاهب أو أقوال المذاهب وراء المذاهب حتى في المسألة الواحدة أو في الباب الواحد، إثراء لفكرك، إثراء لفكرك، وتفتق لما حصلت من هذه العلوم زمن الطلب أو في مرحلة الطلب. إذ ليس الفقيه من حمل العلم، وإنما الفقيه من فقه عن الناس سبحانه وتعالى. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: رب حامل علم ليس بفقيه. رب حامل علم ليس بإيه؟ طيب، يبقى حفظك للكتاب، نفرض أنت استظهرت الكتاب، تحفظ الكتاب وتحفظ جمهرة كبيرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكنك لا تدرك شيئا ولا تفهم شيئا لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الحديث، ماذا يساوي هذا التحصيل الواسع؟ ماذا يساوي؟ ولا شيء، ولا يفيدك شيئا. فالذي يقول لا مذاهب، نقول له: إذن أنت ترى أنك بفكرك وفهمك ونظرك تستطيع أن تقتنص ما فات هؤلاء الأئمة، فأين، ماذا انتهى إليه بحثك، وماذا انتهى إليه نظرك، وماذا انتهى إليه تحقيقك في هذه المسائل الفقه؟ وهذا أمر مستحيل. فلذلك أرى أن التأكيد على ضرورة البحث والقراءة
في سائر هذه المصادر التي من خلالها نقف على أقوال الصحابة أقوال التابعين، لا في التفسير وحده، يعني احنا نعرف ان أئمة التفسير الأوائل من الصحابة ومن التابعين، هناك أئمة معروفون، سيدنا عبد الله بن مسعود، سيدنا عبد الله بن عباس، حتى سيدنا أبو هريرة، هؤلاء معروفون، سيدنا أبي بن كعب معروفون من التابعين، مجاهد، وعندك الضحاك والحسن البصري وغيرهم، هؤلاء أئمة التفسير. وكذلك كان للفقه أئمته، كان الفقه إيه؟ فكيف نهمل هذا التراث العظيم، وكيف نحرم الأمة من هذا الزخم الكبير من هذه العلوم ومن هذه الموروثات التي كانت نتاج الصدق في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بهديه عليه الصلاة والسلام. أرى أن الوقت قد بادرنا، لذلك احنا عندنا محاضرة تانية بعد المغرب مباشرة، سنصل المغرب هناك كله مع المكان عشان يعني هناك محاضرة في نقاط الأشراف إن شاء الله بعد صلاة المغرب، المحاضرة هناك أو لقاء إن شاء الله بعد صلاة المغرب، فأستميحكم عذرا يعني في هذه السويعة أو في اختصار الحديث، لكن من أجل أن نعدد النفع هنا وهناك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وبما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك الغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله. الشيخ جمال حمود فلا يتفضل للشراء. ده في فلوس هنا. يبدو كان الشيخ بيديها هدايا. هدايا؟ ايه الورا ده؟ اللهم اكبر، لا من ولا بطر ولا اختلاف ولا زور ولا هدر.
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مؤمنا جاحد المفتون معتبرا ويهتدي بضياء الحق من كفروا. فإن في الكون أبعادا مفرقة من الهواء وفيها يكون الخطر. لو جازها المرء لاطاحت فهو ومضى من الفناء الذي في الجو يمتلئ. هذا الكلام الذي قد راح محترقا وراح ينكر في جهل ويبتكره وفاته أن مولانا لهم زرع بلد
من هؤلاء القوم؟ قيل له أهل الجهاد. أهل الجهاد لهم ضعف الذي بدوا. Allah.
لقطر عسى يدوم الذي منك عاودا. الله لا يخلف الميعاد وبعد.
قال الناظم رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلوم في الدارين آمين. اللهم آمين. ومالك وسائر الأئمة كذا أبو القاسم عباس الجمعة. ومالك وسائر نقرأنا فيما مضى أن المقصود هنا بكلمة سائر يعني لها إيه معنيان. سائر يعني إذا كانت أل في الأئمة إذا كانت للعهد يعني الأئمة المعهودين المعروفين اللي هم الأئمة الأربعة اللي هم من إمام مالك إمام أبو حنيفة إمام الشافعي إمام أحمد بن حنبل. فإذا كانت أل العهد يبقى سائر بمعنى باقي يعني مالك والباقي اللي هم الثلاثة. أما إذا كانت إذا سائر لها إيه معنيان معنى باقي وهذا قليل يعني استعمال سائر بمعنى باقي هذا إيه قليل أو بمعنى جميع وهذا متركب على إيه في الأئمة هل هي بالعهد أم هي للكمال. فإذا كانت العهد يبقى سائر بمعنى إيه بمعنى باقي وإذا كانت للكمال تبقى بمعنى إيه الجميع بمعنى الجميع يعني ومالك وجميع الأئمة يعني إذن ليس فقط الأئمة الأربعة إنما يدخل فيهم مين يدخل فيهم سفيان مين الثوري ابن سعيد الثوري ويدخل فيهم أبو داود الظاهري فقد كان جبلا في العلم. وأما ما ورد من ذم الظاهرية فمحمول على مين على ابن حزم وليس على المذهب الايه الظاهر. يبقى مالك وسائر مين الائمه يدخل فيهم الثوري سفيان بن سعيد الثوري. وهذا كان له مذهب يعني كانت الامه تعمل بمذهبه او كان مذهبه حيا الى ايه القرن الخامس الهجري ثم اندثر هذا ايه المذهب. وذكره الغزالي خامس الأئمة في الاحياء وكذلك الاوزاعي. الاوزاعي كان اهل الشام على مذهبه 200 سنة 200 سنة كانوا على مذهبه. جيدا يدخل سيدنا سفيان الثوري ابو داود الظاهري وسفيان ابن عيينة ويدخل الاوزاعي واسحاق ابن راهوية او ابن راهوي والليث ابن سعد والامام ابن جرير الطبري. ولذلك قال الامام الشافعي رضي الله عنه عن الليث ابن سعد كان الليث افقه من مين من مالك ولكن اصحابه ايه ضيعوا يعني لم يحفظوا فقهه ولم يدونوا ايه المسائل. يبقى عندك معه هذه عليكم يا المصريين لا لكم كل شيء علينا يا مولانا. ومالك وسائر الايه الائمه كذا ابو القاسم. يبقى ابو القاسم اللي هو مين ابو القاسم الجنيد بن محمد سيد الطائفه الصوفيه علما وعملا. ومالك وسائر الائمه كذا ابو القاسم ليس المراد به الحبيب الاعظم صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانه لا يمكن يكون يقدم عليه مالك ثم يقول ابو القاسم بن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا ابو القاسم اللي هو الجنيد بن محمد كنيته ايه ابو القاسم. وفي التكني بكنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف بين العلماء. ثلاث اراء. هل هذا يجوز؟ نعم ثلاث اراء. لا قول الراي الاول يجوز مطلق الثاني لا يجوز وكذلك يجوز لمن كان اسمه احمد او محمد. لا انما اتفقوا على انه في حياته وهو حي صلى ما يجوز به التكني بكنيته. اما هذا الاختلاف بعد ايه وفاته صلى الله عليه وسلم لانه بعد وفاته لا يحدث ايه لبس لا يلتبس ان المراد ايه احد غيره صلى الله عليه وسلم. وكذا ابو القاسم بالمراد ابو القاسم مين الجنيد ابن محمد. كذا أبو القاسم هداة الأمة. ما المقصود بكلمة هداة الأمة؟ يعني إذا يجب طبعا واحد ممكن يسأل سؤال ما علاقة ذكر الإمام مالك وذكر بقية الأئمة مع الجنيد وكذلك ذكر الإمام
عبد القاسم الجنيد في ايه مسائل علم الكلام او علم التوحيد. بس سؤال ايه علاقة الكلام ده؟ يبقى معناها ذكروا او ذكر هذا البيت لمسألة اعتقادية، وهي انه يجب ان يعتقد ان هؤلاء الائمة المذكورين على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون، لانه قال هداة الامة، يعني يجب ان يعتقد المكلف انهم على خير وهدى وليسوا على ضلالة او بدعة كما يذاع الان وكما يقال. كل واحد مثلا يأخذ من الكتاب والسنة مباشرة، او يقال هم رجال ونحن ايه رجال، او يتطاول على الائمة، او يعني ينكر ايه على الناس اتباعهم او تقليد مذاهبهم. يجب ان نعتقد انهم على خير من ربهم وعلى هدى وليسوا على ضلالة او بدعة، بل هم خير الامة رضي الله عنه من حيث العلم، طبعا خير الناس القرن الاول ثم الذين يلونهم ثم الذين، وهم خير الامة بعد الصحابة من حيث العلم والنفع بهم. ويخشى على من تكلم في الائمة بسوء او يعني افحش القول فيهم او اطلق لسانه، يخشى عليه من سوء الخاتمة. هذا هو سبب ذكر الائمة، او ذكر انه ينبغي على المكلف ان يعتقد فيهم انهم ائمة هدى. ليه؟ لان الامة اجمعت على اتباعهم، ولا تجتمع الأمة على ضلال. صحيح، يعني مش هنحصر أنه الهداية أو العلم في هؤلاء الأربعة فقط، ولا تقولنا يدخل فيهم سفيان ويدخل داود ويدخل كل من كانوا من أئمة العلم والخير والفضل إلى أن تقوم الساعة. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الناظم والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلم شيخنا في الدارين امين. ومالك وسائر الائمه كذا ابو القاسم هداة الامه. قوله ومالك هو ابن انس، هو ابن انس بن مالك بن ابي عامر بن عمر بن حارث بن غيمان بمعجمه فمثنات تحتيه. عارفين بمعجمه اللي هي الغين؟ نعم. مثنات اللي هي الايه؟ الياه التحتيه. الفوقيه اللي هي الايه؟ الداه. ابن قتيب بقاء المعجمة المضيئة. ده نسب الإمام مالك. أنس اسمه مالك، ابن أنس ابن مالك، اللي هو مسمى على اسم مين؟ على اسم جده. أيوة كمل. بقاء المعجمة المضمومة فمثلثة مفتوحة فمثنات تحتية. الأصبحي بفتح الباء نسبة إلى ذي أصبح بطن من حمير، وهو من العرب. عهده في قريش في بني تيم الله، فهو مولى عهد لا مولى عتاقة عند الجمهور، فهو من بيوت الملوك، لأن القاعدة عند العرب إذا جاءوا في النسب به يكون من ذلك. لما تيجي كلمة ايه ذي، انه في هنا ايه ذي أصبح وليس ايه لم يحذفوها، هو مولى ايه مولى عهد مولى عتاقة. حملت به أمه 3 سنين وقيل أكثر، وطول الحمل علامة على وفور عقل المولود. ولد 93 من الهجرة على الأشهر بذي المروة، موضع من مساجد تابوك على 8 برد من المدينة. ولا ينافيه قول القاضي عياض رحمه الله إنه مدني الدار والمولد والمنشأ، لأن ذي المروة من أعمال المدينة. وقيل ولد 90، من المشهور أنه ولد 93، ومن إمام مالك رضي الله عنه، إمام أبو حنيفة 80، إمام الشافعي، إمام أحمد بن حنبل كم؟ 193. إمام أحمد ولد 100، لا 204 لوفاة الإمام الشافعي. وفاة الإمام أحمد 241. 241 مولده سنة كام؟ مولده سنة 164. أي 64. صح 64. ومات 79 و100،
ودفن بالبقيع وقبره به مشهور. مشهور قبر الإمام مالك بالبقيع حد راح دار إلى الآن يا مولانا؟ مشهور إلى الآن ومعروف فيه خريطة البقيع به 10,000 صحابي، 10,000 صحابي موجودين في البقيع. قبر إن شاء الله ربنا يعدنا هناك إن شاء الله بإذن الله تعالى. أي حاجة تعطى في الطريق يتوكل على الله. ضمن في القبر مولانا ولا عالي مولانا؟ مناش دخل المسجد. وكان أنس أبوه فقيها وجده مالك كان من كبار التابعين. أحد الأئمة أحد الأربعة الذين حملوا عثمان إلى الإمام مالك في تلمذه على أبي حنيفة في كلامه. والإمام أبو حنيفة في تابعيته كلامه. يعني هو من التابعين ولا هو من أتباع التابعين؟ الخلاف اثنين أبي حنيفة واحد، أما الباقي كلهم من إيه؟ أتباع التابعين. من أتباع التابعين بلا خلاف. إذا الخلاف مين؟ أبي حنيفة واحد. نعم. إذا في خلاف إيه؟ في تابعية الإمام أبي حنيفة وفي تلمذة مالك عليه، لكن ما فيش خلاف في تلمذة الإمام الشافعي على مالك أو الإمام أحمد بن حنبل على مين؟ الشافعي. على الإمام الشافعي. نعم. وجده مالك كان من كبار التابعين أحد الأربعة الذين حملوا عثمان إلى قبره ليلى وغسلوه ودفنوه. وجده أبو عامر صحابي حضر مع المصطفى صلى الله عليه وسلم مغازيه كلها. لا مغازيه. نعم مغازيه كلها إلا بدرا. قالوا ثم انقوم اتحرك لها. ومالك من أتباع التابعين على الصحيح. على الصحيح. وقيل من التابعين لإدراكه عائشة بنت سعد بن أبي وقاص. لكن اللي أدركها مش عائشة، في عائشة الكبرى، في اثنين عائشة، عائشة الكبرى وعائشة دي الصغرى. لو كان أدرك الكبرى عائشة من إيه؟ من التابعين. إنما هو أدرك عائشة الصغرى بنت سعد مين؟ ابن أبي وقاص. وهي اللي الصغرى تابعية وليست إيه صحابية. صحيح. عشان كده هو الإمام مالك من إيه؟ من أتباع التابعين وليس من التابعين، لأنه لم يدرك الصحابية إنما أدرك مين؟ التابعية. وهي صحابية والصحيح أنها تابعية. وأخذ العلم عن 900 شيخ منهم 300 من التابعين، وعليه حمل قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقضي الساعة حتى تضرب أكباد الإبل من كل ناحية إلى عالم. يعني هذا هو الحديث لا تنقضي الساعة حتى تضرب أكباد الإبل من كل ناحية إلى عالم المدينة. قالوا هذا الحديث محمول على مين؟ سيدنا الإمام. وأيضا في حديث آخر حمل على الإمام مين؟ أبي حنيفة. وفي حديث آخر حمل على الإمام الشافعي. نعم. اللي هو بتاع عالم قريش. يملأ طباق الأرض علما. ولكن كل هذا ظني. نعم. وليس على الإيه؟ على الخطأ. فإلا يكون منكره هو. وعليه حمل قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقض الساعة حتى تضرب أكباد الإبل من كل ناحية إلى عالم المدينة يطلبون علما. وفي رواية يوشك أن تضرب أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة رضي الله عنه. فكانوا يزدحمون على بابه بطلب العلم، وأفتى الناس وعلمهم نحو 70 سنة بالمدينة. 70 سنة. سنة. ممكن تغلطنا في النحو. وأفتى الناس وعلمهم نحو 70 سنة بالمدينة، ومكث 25 سنة لا يشهد الجماعة. فقيل له ما يمنعك من الخروج؟ فقال لحد 90 كله بالنقل كده. لو في 90 أخي له إيه؟ نعجة. نعم. أو الدليل. فالحق كله ده منصوب. من 11 لحد كم؟ ووعدنا موسى 30 ليلة. ليلة لحد 99. بعد 100 ايه؟ مجروح. كده ده معلوم من النحو بالضرورة. ده لو كفرنا يا مولاي. فقيل له ما يمنعك من الخروج؟ فقال ان من الاعذار اعذارا لا تذكر. وجلس للتدريس. يعني يقال انه موضوع
عدم شروط الجماعة في آخر أيامي لمرض وهو سلس البول، ومن الأعذار أعذار لا تذكر، لأن الإنسان يستحي أن يذكر أعذاره أمام الناس، فهذا صرح به لبعض أصحابي حتى لا يقال أنه ترك الجماعة سنة أو يتخذ أنه من هداة الأمة ومن الذين يقلدون، فصرح أنه سبب الترك العذر، ولكن ليس بشرط أن يذكر الإنسان عذره، بالشرط أن أنا أقول لك العذر ممكن هذا العذر لا يذكر، يعني يستحى من ذكره، أو خشيه أن يكون يشكو عذره إلى الناس أو يشكو مرضه كأنه يشكو ربه سبحانه وتعالى. نعم. ده من الإيه؟ من الكمال والإمامة. وجلس للتدريس وهو ابن 17 سنة. وكان يقول لا جدا على نفض الجزئين ده 17 خلاص 17 سنة وأقول سنته خلاص اتعلمني. نعم. وكان يقول لا ينبغي للعالم أن يتكلم بالعلم عند من لا يطيقه، يعني من لا يطيقه، يعني من لا يطيقه، يعني عند من لا يطيقه، يعني إذا واحد يعلم إنسان ولا يطيقه يعني لا يمتثل لأمره خلاص يترك تعليمه. نعم. لا. نعم. فإنه ذل وإهانة للعلم، لأنه عزة العلم هكذا ينبغي الطاعة التامة الكاملة للعلماء. وكان إذا أراد أن يجلس للعلم توضأ وصلى ركعتين وشرح لحيته وتطيب وجلس على وقار وهيبة. ولو أن أهل العلم صانوه أول ما كان يجلس للعلم يتوضأ وصلى ركعتين إعجازا للعلم مش عشان قبل الناس، وسرح لحيته وتطيب وجلس على وقار وهيبة ومنع الناس من رفع أصواتهم وبخر المجلس بعود البخور. شوف كذا يعني إكرام وإعجاز العلم. وقال عبد الله البخور بارك. وقال عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى كنت عند الإمام مالك بن أنس وهو يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني المفروض علينا أن نقرأ أخبارهم وسيرهم ليه من أجل التأسي والاقتداء بهم، وخاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه الجفاء وتهاون الناس بشأن العلماء، حتى يعني ندرس في أنفسنا يعني المهابة والإجلال والتعظيم لهؤلاء الأئمة رضي الله تعالى عنهم. شوف اقرأ أن محمد بن الحسن بن زياد صاحب أبي حنيفة رضي الله عنه كان يقول إن الحكايات عن سير القوم أحب إلي من كثير من مسائل الفقه، يعني كان يحب يستمع إلى قصصهم وإلى أخبارهم وإلى حكايات الصحيحة الثابتة عنهم، لأنه فيها تربية وفيها أدب. هنا شوف ما يقال عن الإمام مالك. وقال عبد الله بن المبارك كنت عند الإمام مالك بن أنس وهو يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذغته عقرب 16 مرة. شوف عقرب لذغت الإمام وهو يحدث كم مرة؟ 16 مرة. وهو يصفر ويتلوى ولا يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته عن ذلك فقال إنما صبرت إجلالا لحديثه صلى الله عليه وسلم. يعني صبر على الألم الشديد وتلوى وظهر ذلك على وجهه وفي كلامه، ولكنه لم يقطع الحديث إجلالا من تعالى الآن لما تسمع العالم في التلفزيون الرجل اللي بيحاول يقاطع كم مرة وما يخلوش يكمل ليه الجملة كله عشان ليه الوقت قال يداهمنا الوقت يحاول الوقت يوريه أصلا ما تديله الوقت الكافي أو مثلا لا تأتي به أصلا أو تديله مثلا مسألة معينة، فالمقاطعة دي يعني فيها خبر إنه قد يكون لم يصل بعد الشيء الذي أراده ويحصل بها بلبلة في الفهم ولبس ماذا يريد أن يقول الشيخ، فصبر ولم يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له. وكان مهابا جدا
إذا أجاب في مسألة لا يمكن أن يقال له من أين. يعني تعالى في الواحد لو قال شيء أو قال مسألة ميت واحد يسأل الدليل إيه. إنما كان الإمام مالك لا يمكن واحد يستطيع أن يقول له من أين. لا يمكن. كان معابا جدا. وهذه المهابة التي فيه من عند الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى ألقاها عليه. ليست يعني من جبروته ولا من سطوته ولا من غناه، إنما إيه؟ مهابة حلاه الله تعالى بها من أجل إجلاله وتعظيمه للعلم. وكنا نرى كثيرا من أهل العلم فقراء يمكن ليس عندهم يعني القوت، ومع ذلك كانت تهابهم الملوك والحكام فقير جدا ليس عنده أي شيء. مرة قص علينا بعض المشايخ أنه بعض الأمراء أيام الخديوي ذهب إلى زيارة رجل من أهل العلم، فدخل فوجده يكنس العالم الشيخ، يعني يكنس داره بنفسه، يعني جايب المكنسة وعم يكنس البيت. فقال له أتكنس البيت لنفسك؟ أين امرأتك؟ قال نائمة. راح قال له طلقها. قال انت جاي تخرب بيتي؟ وانا راح ضربه بيه. تفضل يا مولاي. بسم الله ما شاء الله. لا ما فيش تأثير ولا حاجة. طب خليك محلك كمان السنة. لا لا مصدر.